معلومات حصرية عن النجم التركي بوراك دينيز. وللمشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكم كل جديد. ولد النجم التركي بوراك دينيز في 20 من شهر أكتوبر 1991 في إسطنبول، فهو من جنسية تركية مسلم الديانة. رياضته المفضلة هي السباحة وألعاب القوة. موهبته هي تربية الحيوانات. قد بدأ مشواره الفني عام 2011. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية انتقل للعيش في إسطنبول ودرس في الجامعة وحصل على شهادة في تاريخ الفن. وبعد تخرجه درس التمثيل وحصل على الدروس اللازمة للعمل بالتمثيل في المستقبل. وفي عام 2011 ظهر لأول مرة على التلفزيون، كان دورا صغيرا لكنه استطاع أن يلفت انتباه المخرجين. أما عن طفولته فمن المعروف أن بوراك دينيز لا يحب أن يتكلم أبدا عن حياته العائلية وعن طفولته، فيبدو أنها كانت قاسية عليه وأنه لم يعيش حياة هنيئة مثل أي ولد في عمره. وقد انفصل والداه عندما كان طفلا صغيرا، لذلك انتقل بعدها للعيش مع والدته وعائلتها في مدينة إزمير بعيدا عن والده الذي كان يراه بين فترة وأخرى. ومنذ أن كان صغيرا أحب التمثيل والفن والأفلام السينمائية، وقرر أن يصبح ممثلا وبدأ يواكب أخبار السينما والأفلام والأداء التمثيلي. كما حصل على دور جديد عام 2012 في مسلسل سلطان في دور طارق. وفي عام 2013 بدأ الناس يعرفون بوراك أكثر. لم يعرف بوراك دينيز البطولة المطلقة حتى عام 2016، وذلك في مسلسل الحب لا يفهم الكلام، وتعرف عليه الجمهور العربي من خلاله بدور مراد. هذا الدور كان النقلة الفعلية هذا، فإن بوراك لم يغب على جمهوره كثيرا، فسرعان ما حصل على دور البطولة في مسلسل حكايتنا، ويعتبر أهم مسلسل قدمه حتى الآن. حصل على نسبة مشاهدة كبيرة حتى نهاية حلقات الموسم الأول، ولا زال يعرض هذا المسلسل بجزئه الثاني في تركيا بالتزامن مع عرضه في العالم العربي. وللإشارة فإن بوراك قد استطاع أن يحقق شهرة واسعة في تركيا والعالم العربي، ويقال أنه بالرغم من مسيرته القصيرة استطاع أن يحقق ثروة تفوق المليون دولار، وهو رقم كبير نظرا إلى عمره الصغير.